بعد خروج الاهلي من البطوله الافريقيه اكيد هيبقى الاهلي ليه وضع تاني. طبعا الاهلي معروف دايما ان هو لما بيطلع بيخش في كبوه بيطلع منها يعني بسرعه كبيره، ولاجل الحظ ان هي في بطوله تانيه كمان مباشره ومحتاجين فيها الفوز بمعنى ادق، وان شاء الله الاهلي هيبقى اقوى في الماتش ده بامر الله. ان شاء الله المباراه تبقى حماسيه جدا، وان شاء الله الاهلي هيحاول ان هو يحقق الهدف وهيجيب هدف ان شاء الله في الوسط علشان يرضي الجماهير اللي عملوا في مباراه الترجي والتونسي. بنتمنى يعني ان شاء الله يعني مش افريقيا ومش بطوله عربيه، على الاقل خالص في بطوله عربيه ناخدها ان شاء الله باذن الله، وانا امل في ربنا في كبير، امل في ربنا كبير ثم النادي الاهلي، وان شاء الله يكون التشكيل احسن من الاول كتير، بس في لعيبه كتيره جدا المفروض تبقى في التشكيل، يعني واحد زي ناصر ماهر، لعيب زي في لعيبه كتيره جدا المفروض تتحط في كده، واحد زي احمد الشيخ، عمرو بركات، الناس المستبعده دي كلها المفروض تبقى في النادي الاهلي ان شاء الله، بس يكون عندهم باور من الهزيمه دي. برضو احنا يعني فريق كبير وفريق عندنا بطولات كتيره ومش عايزين بطولات، المهم بس المحلويه بتاع اللعيبه تكون كويسه ان شاء الله، ونلعب الماتش كويس ونلعب كوره قدام الوصل في الامارات، واهم حاجه احنا نأدي كويس والمدرب اللي احنا بيدربنا كويس والدنيا جميله يعني، بس اهم حاجه اللعيبه يكون عندها ثقه في نفسها، ده اهم حاجه، لان الاهلي نادي كبير وربنا يوفقهم في كل بطوله ان شاء الله. احنا عندنا كمان الدوري عندنا ماتشات كتيره قوي مأجله، وربنا ييسر الامور ان شاء الله الفتره الجايه دي تكون فتره جميله، وان شاء الله نفوز في الامارات ان شاء الله 4-0. نتمنى ان الاهلي ان شاء الله يقدم مباراه تليق بالفريق الاهلي اللي احنا متعودين معاه على طول دايما على البطولات، ومتعودين دايما ان هو يفرحنا.